السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخوتتي، إن شاء الله ألقاكم في تمام الصحة والعافية. بعد تحديد الهوية الحقيقية ديال الهاد حمزة مومبيبي هكذا كيعيش بالبشير اللي كيقبع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، أتعس أيام الحياة دياله بعد ما اعترفت مؤخرا لدى النيابة العامة بمراكش عائشة عياش. مؤخرا يعني قالت قدام القاضي ان او كشفت بكل شيء وكشفت عن هوية حمزة مومبيبي الحقيقية، ولأكدت حرفيا امام القاضي ان الاعلامي الشهير سيمو بالبشير هو صاحب هذا الحساب، هو صاحب حساب، حيث اكدت ان هذا الاخير هو رأس الحربة بالعصابة اللي شغلت الرأي العام منذ سنتين. وهذا هذه الكلمة أو هذا الاعتراف اللي اعترفت بهذا الشهادة اللي اعترفت بهذا عائشة عياش فهو إلا دليل على أنها كتحاول باش ربما باش تخفف من الضغط على دنيا باطنة اللي كانت المتهمة الرئيسية على أنها هي الحرب الرئيسية في هذا الحساب. وربما هذا اللي ما غيخليش التحقيقات او المحكمة بمدينة مراكش تقوم باتهام الرئيسي لهذه الدنيا والقبض عليها والحكم عليها باقصى العقوبات. وهنا فين كتقوم النيابة العامة يعني باصدار يعني مذكرة بحث ثانية، بحث مذكرة بحث دولية ثانية في حق هذا الإعلامي سيمو بالبشير قصد تسليم دياله بأقرب وقت، لأن كلما تم تعطيل يعني فهي لمصلحة هذا دنيا باطمة اللي مازال مصرة على أن هي خارجة يعني وبعيدة كل البعد عن هذا الحساب وهي غير مظلومة ومبرأة من هذا الشيء كامل رغم الاعترافات ديال هاد المتهمين. فكتربط هاد القضية بالإعلامي سيمو البشير اللي اعترفت بها عائشة عياش على أنه هو رأس الحربة، وهذا الشيء اللي كيخلي دنيا باطمة تأخر يعني في كل جلسة، وحتى المحامي ديالها كيخطط لها كيفاش تعمل كيفاش الطريقة واش تجي تحضار واش شنو الطرق باش تحاول تفادى مواجهة القاضي بمدينة مراكش. فبالفعل الخطة غادية ناجحة لها، ولكن هذا لا يعني أن ما تفلتش من العقاب. وكذلك المصادر اللي نقلتها مؤخرا أن عائشة المتهمة الرئيسية في هذا الحساب المتخصص في التشهير بالمشاهير اعترفت خلال التحقيق مجددا بأن بالبشير متورط مباشر في إدارة الحساب، لأن هو كما ذكرت هو اللي عنده القن السري واللي هو اللي كما نقول هو المدير، يعني كيفرق الأدوار على الجميع بما في ذلك دنيا باطمة حمزة يعني وسيمو الظاهر وعائشة عياش وصوفيا وكذا وآخرون، كيعطيهم كل واحد الدور ديالو المهام اللي غيقوم بها. هنا في كيحدد القاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش موعد انطلاق البحث التفصيلي يعني أمام الهيئة القضائية مع المتهمة عائشة عياش. وكان نفس القاضي التحقيق لأمر بإيداع المتهم المذكور بسجن الودايا في ذات المدينة. وهنا يعني هاد الكلام أو هاد التحقيقات اللي مازال مسيرة كيحاولوا يأكدوا أن بالبشير هو رئيس الحربة لهذا الحساب. وكان واحد الإعلامي المسمى الحويلي أبو طلال الحمراني اللي كيسير عبر القناة ديالو الخاصة في اليوتيوب أكد بالتفاصيل المثيرة عن هذه القضية ديال الدنيا باطمة وكيف كانت كتجند المغربيات
اللي كيعملوا في الدول العربية وخاصة في الخليج، وكطلب منهم استدراج عدد من الشخصيات وتصويرهم في أوضاع مخلة حتى يتمكن من الابتزاز ديالهم. شو الطريقة أخوتي، يعني طريقة جهنمية طريقة. كذلك نشرت محادثة مع فتاة مغربية كتعيش في دولة الأردن، كطلب منها دنيا استدراج حد الشخصية مهمة وتصويرها بأوضاع مخلة. ومن بعد ما رفضت الطلب ديالها هدتها بإرسال الصور الفاضحة ديالها إلى عائلة ديالها في المغرب. شوف أخوتي الطريقة يعني جهنمية، الطريقة الشيطانية اللي كتقوم بها هاد دنيا باطنة لتشويه أي واحد رفض أو نصاع أو حاول ما ينصاعش الأوامر ديالها. إلا شنا يعني قريب يعني مؤخرا ورجعنا للماضي، غنشوف واحد الفيديو اللي كانت قام به بالبشير هو دنيا باطمة في واحد الحوار، واللي تكلموا به بطريقة يعني بسخرية، يتأكد لنا 100% أن بالبشير فهو صاحب هذا الحساب، فهو يملك هذا الحساب، فهو اللي كيسير وكي مدير ديال الحساب حمزة موبيبي بعد ما قام بالتهجم على سعيدة شرف اللي هي السبب الرئيسي في الفضح ديالهم وفي قيام برفع دعوى رئيسية باسم حساب موبيبي وليس باسم دنيا باطمة. وهنا في غطة تسقط الأوراق واحد تلو الآخر، ويتم القبض على الجميع، حتى اللي كانوا شاكين فيهم تهم تم استجواب ديالهم وأخذ المعلومات فيما يخص مشاركة أو عدم مشاركة في هذا الحساب. كما شنا ديك صوفيا طاروني اللي بعد ما استدعوها من تركيا وأكدت لهم حرفيا أن لا علاقة لا بهذا الحساب، وإنما هي كانت تخرج باللايفات عن سبيل المزحة والضحك لا غير. وهذا هو اللي كان خلى الشكوك تحوم وراء هاد صوفيا طالوني، وكانوا هاد النقافات ديال الدنيا باطمة بالفعل كانوا كيخططوا باش يجيبوا شي ضحية ويتهموها على أساس أن هو اللي كيسير هذا الحساب مومبيبي، كما فعلوا مع واحد الشخص كيعيش في ربما نذكر في البرازيل للمسمى العلوي، واللي كانوا لفقوا له التهم على أساس أنه هو صاحب الحساب. وبعد التحريات والبحث أكدوا أن هذه غير أكذوبة، وهذه غير يعني تشويش على التحقيقات باش يحاولوا يخليوا هذا الحساب يعني حساب وهمي، ما يعرفوش الأصل ديالو وما يعرفوش شكون اللي كيسيرو. صراحة احنا كنتمنوا من المحكمة والتحقيقات المغربية اللي كتقوم بمجهودات جبارة وحتى ديك الأستاذ الميدي من الأستاذ العظيم اللي صراحة العمل الشفاف يعني روح وطنية كيقوم بها باش يدافع على الضحايا المظلومين وانصاف ديالهم، وانه حالف ان هاد الدنيا باطمة تاخذ الجزاء ديالها من هاد القضية، وفي لا محالة سوف يتم الحكم عليها رغم محاولات التوسل سواء عن طريق سعيدة شرف او عن طريق محمد ميديمي. دي جو ناس من شخصية نافذة قصد عدم متابعة في هذا الحساب، التنازل في هذه الشكوى حتى يتم تبرئة دنيا باطمة من هذه القضية. وهذا الشيء كامل اللي هو اللي ما خلاش يترك يعني الأمانة، لأنه خذ أمانة على عاتقه باش يدافع عن حقوق الإنسان
بما في ذلك أي تشهير يعني وانحطاط ب